الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ساداتنا آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومن بينهم من النبيين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد. ما زالت هذه المجالس المباركة التي أسأل الله أن يعظم البركة فيها وأن يجعل لها خالصة لوجهه الكريم وأن يجعل لها قبولا في السماء ونفعا في الأرض. مجالس أيها المريد في جزئها الثاني حول قطع عقبات الطريق إلى الله عز وجل. ذكرنا أن المريد تستقبله سبع عقبات في طريق الوصول إلى الله. أولها عقبة العلم، وثانيها عقبة التوبة، وثالثها عقبة العوائق، ورابعها العوارض، وخامسها عقبة البواعث، وسادسها عقبة العوارض، وسابعها عقبة الشكر لله تعالى. قد وصلنا إلى الحديث عن عقبة العوائق، وذكرنا أنها الدنيا والخلق والشيطان والنفس. في الحلقتين الماضيتين دار الحديث حول كنه النفس ومنزلتها من الإنسان ومراتب أجزاء الإنسان، وترقي النفس من ولادتها على الفطرة ثم تلوثها من خلال الرغبات التي فطرت عليها أثناء محاككتها للحياة واكتمال هذه الرغبات. ثم تحدثنا عن أن العلاج لهذه النفس يقوم على ثلاثة أمور، كترويض الحصان أو ترويض الدابة أيضا الحرون، وهي تقليل العلف أي تقليل الشهوات التوسع فيها، تقليل الاستجابة والتوسع في الشهوات. الثانية تكثير العمل، الطاعات الخاصة بالإنسان أو النافعة للعباد. الثالثة الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. وقلنا أن الإنسان إذا أدرك وتيقن أن نفسه قابلة للترويض يصر ويصبر، وأنه يحتاج إلى أن يتحلى بالتقوى. لماذا نحتاج التحلي بالتقوى؟ قالوا لأن أسباب النجاة وترويض النفس وارتقاء الإنسان كلها مرتبطة بالتقوى. أولا معية الله، إن الله مع المتقين، ومن كان في معية الله لم تحجبه نفسه عن الله، أعين بعون الله. الأمر الثاني أن الفتح من قبل الله عز وجل في العلم والمعرفة النافعة المعينة على تهذيب النفس متصلة بالتقوى، واتقوا الله ويعلمكم الله. الأمر الثالث أن الفرج والخروج من المأزق وحصول الرقي وحصول المخرج متصل بالتقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يجعل له مخرج حتى من نفسه الأمارة بالسوء إلى التزكية. وهكذا التقوى هي يقوم عليها الأمر. وذكرنا في الحلقة الماضية أن التقوى في اللغة العربية مأخوذة من الوقاية، وهي تجنب الشيء والاحتراز منه، وأن أصلها الوقوى وأبدلت الواو إلى تاء فصارت التقوى. ذكرنا أن هناك عدد من التعريفات للتقوى، والتعريف الجامع لها كما قال الإمام الغزالي هو ترك ما فيه ضرر على الدين. ما معنى؟ على تديني أنا، على قربي من الله عز وجل، ترك كل ما فيه ضرر على الدين، الوقاية من ذلك. وقالوا أن للتقوى أصول وللتقوى مراتب. أما ما يتعلق بالأصول التي تلفت النظر إلى التقوى والمراتب المتصلة بالتقوى، الأصل الأول في هذا المعنى هو امتثال أمر الله سبحانه وتعالى واستشعار ما يترتب على التقوى من النجاة وما يترتب على مخالفتها من الهلاك. الأصل الثاني في التنبه إلى شأن التقوى إدراك أن مسلك الإنسان في حياته القصيرة الخطيرة قائم على تحققه بمعنى التقوى. ما معنى المسلك؟ في الدنيا وفي الآخرة التقي يستطيع أن يتعامل مع الدنيا بكل شؤونها وأحوالها،
إن جاءته السراء، إن جاءته النعمة أحسن التعامل معها وشكر الله فزاده، جاءه البلاء رضي بما جاء من الله وأخذ بالأسباب للتخلص من البلاء فارتقى، إن جاءه الفرح فرح فرحا متصلا بالله، جاءه الحزن حزن حزنا لا يخرجه عن الرضا بالله سبحانه وتعالى. فتقوم شؤون أحوال الإنسان في الدنيا إذا ارتبطت بالتقوى على الارتقاء، وإذا خسر التقوى جاءه الفرح يخرج عن الضوابط وعن الأدب، جاءه الخوف آذى غيره، جاءه الطمع أخذ حق غيره، جاءه الحزن يعني استبد به، جاءه الرضا وجاءه الغضب، أيا كان أيا ما يأتي، جاءته السراء فجر بها يفجر، جاءته الضراء يسخط، لأنه لم يعش معنى حقيقة التقوى. على أنهم يذكرون أن للتقوى مراتب، تقوى عموم الناس وهي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فعل الواجب ترك الحرام، عموم المسلمين ينبغي أن يحرصوا عليها، وتقوى الخواص الذين يطلبون زيادة من القرب من الله عز وجل، وهي عمل الطاعات المندوبة المستحبة الزائدة على الوجوب، وترك الشبه التي يشتبه حلال أو حرام. جاء في بعض الأحاديث أنه لا يبلغ الإنسان مرتبة التقوى حتى يترك ما لا بأس به مخافة أو خشية أن يقع فيما به بأس، وأيضا ترك المكروهات، هناك عندنا حرام وعندنا شبهة وعندنا مكروه، فتقوى الخواص ترك الشبهات وترك المكروهات وفعل المستحبات، وتقوى خواص الخواص العارفين بالله ترك المباح من أن يفعل بغير نية تجعله طاعة. ما معنى هذا؟ أولا ترك فضول المباح الزائد عن الحاجة يتركونه، التوسع لا يقومون به، ويأخذون المباحات التي أحلها الله تعالى لهم، فلا يحرم عليهم ما أحل الله، لكن يأخذونها بطريقة تفيد آخرتهم، تزكي أنفسهم، يربطونها بطاعة الله، كما قلنا في مجالس ماضية، أراد أن ينام ينام مباح، ينوي بالنوم التقوي على العبادة، التقوي على النشاط في أخذ الأسباب في الحياة، في عمارة الأرض، في الخلافة عن الله في الأرض، ينوي بالطعام التقوي على طاعة الله، وهكذا يربط المباحات بنيات صالحات. فتقوى العارفين أن لا يكون في حياتهم أمر منقطع عن الله، تكون سائر أحوالهم متصلة بنور المراقبة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وصاحب هذه المرتبة لا تغلبه نفسه أبدا، لأنه سبق وقد غلبها في مشتهياتها الحلال، فهذبها وشذبها وربطها بما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكروا أن للتقوى تعلق بالأعضاء، الكلام السابق في مجمل التقوى، ثم خصصوا تفصيل التقوى على أعضاء الإنسان، فللعين معنى في التقوى، وللأذن معنى في التقوى، وللبطن معنى في التقوى، وللسان معنى في التقوى، وللقلب معنى في التقوى، وللفرج معنى في التقوى. أما العين فأصل التقوى فيها اجتناب النظر إلى ما حرم الله النظر إليه، ثم الأرقى اجتناب النظر إلى ما فيه كراهة، والأرقى اجتناب النظر إلى ما لا يفيد في الصلة بالله عز وجل. الدرجة الأولى الأساسية عدم النظر إلى الحرام. ماذا يحرم على الإنسان أن ينظر؟ المشهور بين الناس أن ينظر الرجل إلى المرأة المتبرجة، أو مطلق النظر بشهوة، وأن تنظر المرأة إلى الرجل بشهوة، هذا نعرف أنه حرام. تجاوزت عنه. أنا أحييك، لا تقبلي أن تكوني مقهورة، وأوجه النداء من خلالك إلى بقية السيدات.
هناك أمور أخرى محرمة على العين، وهي النظر إلى الدنيا بعين التعظيم. الاستحسان شيء والتعظيم شيء آخر. النظر إلى الدنيا بعين التعظيم، إذا نظر الإنسان إلى الدنيا بعين التعظيم أخذت بمجامع قلبه وأصبح عبدا للدنيا خادما لها، لا خيار ثالث، لا حياد مع الدنيا. يا دنيا من خدمنا فاخدمي، ومن خدمك فاستخدمي. إما أن تكون خادما لله مخدوما من الدنيا، أو تكون خادما للدنيا مقطوعا عن الله عز وجل. فالنظر إلى الدنيا بعين التعظيم إثم. النوع الثالث من محرمات النظر، النظر إلى أحد من الخلق بعين الاحتقار. ليس فقط البشر المسلم والكافر، أنت تحتقر الكفر ولا تحتقر الكافر، تحتقر المعصي ولا تحتقر العاصي، قلنا هذا. لكن إلى أي شيء، ليس فقط حتى إلى البشر، إلى البهائم، إلى النباتات، إلى الجمادات. يذكرون أن الإمام السبكي الابن كان يطالع بعض كتبه في فناء المنزل، وأبوه في علية في حجرة أيضا يطالع، فدخل كلب من باب المنزل إلى الحوش إلى الفناء، فطرده الحافظ السبكي الابن وهو يقول: أخرج يا كلب يا ابن الكلب. فأشرف عليه والده الحافظ السبكي الكبير الأب، وقال له: يا بني مه، لقد اغتبته. قال: يا أبتي أي اغتياب؟ قال: لقد سببته. قال: أي سباب؟ هو كلب وابن كلب. قال: نعم، ولكنك لم تقلها في معرض التعريف، وإنما قلتها في معرض السب والشتم وإنفاذ الغضب. فأنت هنا لم تخبره بأنه كلب، أنت شتمته بأنه كلب. والحق سبحانه وتعالى يعلم ما في الصدور. انظروا إلى الدقة في الخطاب، أي أنه لا يجوز للمؤمن الذي يطلب التقوى أن ينظر إلى شيء خلقه الله بعين الاحتقار. لما؟ لأنك في هذه الحالة تسيء الأدب على من خلقه. من أحب أحدا أحب صنعته، ومن أحب الله أحب خلقه. من عظم أحدا كرم صنعته، ومن عظم الله كرم خلقه. وصاحب الارتقاء في هذه المعاني لا يقف عند هذا الحد، ألا ينظر إلى المرأة المتبرجة، ولا ينظر المرأة إلى الرجل بشهوة، ولا يقف عند حد عدم النظر بالتعظيم للدنيا وعدم النظر إلى الخلق بالاحتقار. يرتقي إلى درجة أعلى، السالك المريد أعلى من ذلك، وهو أنه لا ينظر إلى ما يكره النظر إليه، ككثرة النظر إلى فرج النفس، يعني فرجك أنت، كثرة النظر إليه مكروه وإن كان ليس محرما، لأنه يعلق القلب بالصلب القاذورات أو يهيج معنى الرغبات وهكذا، هذا مكروه. فيترك النظر المكروه، ينطي من النظر المكروه إلى الدنيا النظر إليها بعين الاستحسان، منقطعا عن النظر إلى عظمة خالقها. أنت لم تعظمها لكن استحسنت، جميل. الاستحسان المتعلق بالجمال إن اتصل بعشق الروح للجمال الأقدس كان جامعا على الله. لهذا ينظر الصالحون إلى السماء إلى الأرض، يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ينظرون إلى جمال الخضرة وإلى عظمة البحار وإلى عظمة الجبال، وإلى يتذوقون أوجه الجمال التي في الوجود. يسمع أحدهم صوتا جميلا حتى في غير التلاوة، حتى في الكلام العادي، فيحركه الصوت الجميل إلى الشوق إلى خطاب ألست بربكم، جمال الخطاب الإلهي. فالنظر إلى شؤون الدنيا بعين الاستحسان منقطعا هذا النظر عن تذوق الجمال الأقدس يشغل القلب، يشغب على القلب، يحول بينه وبين حقيقة التقوى في النظر. وكذلك مسألة النظر باحتقار، الدرجة الأعلى منها أن يبحث عن المحاسن قبل المساوئ. درجة الخواص في النظر إلى الخلق أن تسبق عينهم إلى المحاسن ولا تسبق إلى المساوئ. قالوا هذا دليل على أن المحاسن ارتقت في نفس الإنسان، فإن طبيعة الأشياء تنسجم مع أشباهها ونظائرها وتنفر عن أضدادها. فالذي يرتقي معنى الحسن والجمال والرقي يرتقي في معاني الصفاء والنقاء، ويرتقي في المحاسن. إذا نظر إلى شيء أول ما يرى المحاسن التي في الشيء، ثم قد يرى المساوئ.
لكن الذي تغلب عليه حالة التشويش، تغلب المساوئ في داخله، أول ما يرى يرى القبح الذي في الشيء، ثم قد يلتفت إلى الجمال الذي فيه. لأن يذكرون من رقي سيدنا المسيح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، مر مع أصحابه على جدي ميت وجيفة، عافانا الله يعني أكرمكم الله، متجيف، الرائحة نتنة والدود يأكل فيه. فقال بعض من الحواريين مع سيدنا المسيح: ما أقبح رائحته؟ قال الثاني: ما أنتن رائحته؟ وقال الأول: ما أقبح هيئته وصورته؟ والثالث قال: ما أخس حالته؟ ولسيدنا عيسى عليه السلام روح الله ساكت، ثم التفت إليهم وقال: ولكن ما أجمل بياض أسنانه، ما أجمل بياض أسنانه. لأن معاني الحسن والرقي قد اجتمعت في قلب سيدنا المسيح، في روحه، في نفسه. فأول ما وقع نظره وقع على بياض أسنان الجدي الميت الجيفة، رأى الحسن قبل القبح، مع أن الغالب في الصورة هو القبح. يعني قد إذا استوى الحسن مع القبح صار نصف بنصف، قد يغلب إليك نظر الحسن أو القبح، لكن هذا الغالب عليه على هيئته القبح. إلا القليل من الحسن استطاع أن يخترق حجاب القبح إلى مكنون الحسن، لأن الحسن قد استكن في نفسه. فهذه الدرجة، درجة الخواص التي ينبغي أن يطلبها المريد في النظر، يغض الطرف عن المساوئ، إلا في مقام التربية، إلا في مقام التقويم والنصح، المعلم للتلميذ، إلا في مقام طلب الإتقان في العمل، هذا شيء آخر التقويم. لكن في عموم الأمر ينبغي أن تسبق المحاسن، وحتى في مقام التقويم تسبق المحاسن ثم تأتي الملاحظات والمساوئ. وهذا يربط المؤمن بفضيلة حسن الظن. حسن الظن، صاحب حسن الظن رابح أبدا، وإن خسر جزئيا أو مؤقتا، صاحب حسن الظن رابح أبدا. وفي هذا المعنى يرتقي المريد إلى ضبط العين الذي عليه خواص الخواص أو العارفين، وهو أن العارفين وخواص الخواص يرون كل نظر يحجب عن الله حراما، ليس حرام بالمعنى الشرعي أي الأحكام الخمسة، أي ممنوعا عليهم، لا ينظرون إلى شيء قط في الوجود إلا من باب الاستدلال على الموجد أو الاستدلال على الشيء بالموجد. فهناك من يرى الله قبل الشيء، أي يشهد أن الله هو خالق هذا الشيء، فيأتي إلى الشيء وهو مصطحب معنى أن هذا الشيء متصل بالله، فهو جاء من الله إلى الشيء. وإما أن يرى الله بعد الشيء بمعنى أنه يرى الشيء ويتأمل هو مع تفكره وتأمله، يدله هذا على الله، البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على صانع خالق قدير، بلى. أو أن يرى الله فيه، ما معنى يرى الله فيه؟ ليس الحلول والاتحاد، الحلول والاتحاد كفر، لأن الله ليس بجسم ولا يحل في شيء ولا يحل في شيء، لكن معنى يرى الله فيه أي حال نظره إلى الشيء يشهد عظمة خلق الله له، يشهد يد الله تعالى في خلقه. فإما أن يرى الله قبله أو بعده أو فيه، بهذه المعاني هو لا يقبل أن ينظر إلى شيء غير الله، لا يرى غير الله في الوجود. هذه درجة العارفين في الرؤية. طيب تعالوا نرجع إلى حالتنا نحن، كيف يتنبه الإنسان؟ قالوا بأمور، أولها تأمل قوله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما تصنعون. قال الإمام الغزالي: فيها ثلاثة أمور، تأديب وتنبيه وتهديد، ترهيب. أما التأديب: غضوا بصركم، لأنكم بغض البصر افهموا شيء. يمكن أن نضيف رابع، تفهيم، تأديب، تفهيم، تنبيه، تهديد. أما التأديب: غضوا أبصاركم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وأما التفهيم: ويحفظوا فروجهم، لأن هذا يعين على حفظ الفرج وعلى جمعية القلب على الله. ذلك أزكى لهم، تنبيه، هذا أفضل لكم، أزكى، أطهر لكم، إن الله خبير بما تصنعون، انتبهوا، تحذير. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أي أن العين لها خيانة، وخيانة العين النظر إلى ما حرم الله تعالى النظر إليه ولو بطرف خفي. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور،
ولتحريم النظر إلى ما يثير الشهوة أو إلى الخلق بالاحتقار أو إلى النوع الثالث من المحرمات وهو إلى الدنيا بالتعظيم، يتصل بحكمة إلهية عظيمة، وهي أن الأصل في الجمال الذي يلفت الإنسان هو حنين الروح إلى الجمال الأقدس كما قلنا، لكن لأن النفس أمارة بالسوء فإن الإنسان يتسابق إلى حنين الروح أو يتسابق إلى النظر إلى الجمال. جزآن في الإنسان، انتبهوا، نظر الإنسان إلى الجمال يستبق إليه جزآن، يتنافس عليه جزآن في الإنسان: الروح وهو أصل أخذة الجمال، إذا شيء جميل يأخذك هكذا فجأة، الروح هي الأصل في أخذة الجمال، ولهذا قالوا الذي لا يتفاعل مع الجمال في روحه مشكلة، في قلبه مشكلة، في نفسه مشكلة، عنده علة. لكن الأخذ الأول لأي جمال، حتى جمال الشكل والصورة، الرجل، المرأة، الصوت، النسمة، المناظر، كل جمال في الوجود، أصل الأخذة الأولى حنين الروح إلى جمال خطاب الحق: ألست بربكم. لكن بعد الأخذة الأولى يتسابق الروح مع النفس، تأتي النفس فتزاحم الروح، والنفس إذا دخلت طلبت حظها من الجمال، ففي جمال الجسد حظها الشهوة، في جمال الأرض أو المبنى أو الكذا حظها التملك، فتبدأ هي تلوث مشهد الجمال بحظوظها هي، فجاء الأمر بغض البصر لحماية تذوقك أنت للجمال. فغض البصر ليس حرمانا من الجمال، انتبه، غض البصر حفظ لذائقة الجمال في نفسك، في باطنك، في قلبك، حتى لا يتلوث، حتى لا يحولك الاتصال بالجمال إلى جناية على الجمال. انظروا الذين يتعاملون مع الجمال الذي في الأرض بخضوع لحظ النفس، يحول النظر إلى الصورة رغبة في الشهوة، فيحاول أن يتملك النساء كما يتملك البضائع، نتج عن ذلك الرقيق الأبيض كما يسمونه، شبكات الدعارة. من أين جاء هذا؟ تلويث الجمال، انتبهوا، بسبب طغيان النفس على الجمال. الطبيعة الجميلة تحولت المسألة إلى تخريب للغابات، إلى محاولة تنازع على المزارع، تحويل الرغبة في البناء أصبحت تأكل من المساحات الخضراء، الرغبة في امتلاك الحيوانات الأجمل والأفضل تتحول إلى صيد. فتحول تعامل الإنسان في الأرض مع الجمال بحظوظ نفسه إلى تدمير للجمال الذي أوجده الله في الأرض. الهواء، الاحتباس الحراري الذي نعانيه اليوم، ثمر لاستجابة البشر لرغبات نفوسهم في التملك والتوسع والصناعة، حتى لوثوا الجمال الموجود في الأرض. فجاء الأمر بغض البصر للحفاظ على أمرين: الأمر الأول الحفاظ على الجمال الذي أوجده الله، الأمر الثاني الحفاظ على ذائقة الجمال في نفسك، فلا تحرم من تذوق معنى الجمال. هذه حكمة الأمر بغض البصر. قلنا أخذت الروح ثم تدخل النفس، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: النظرة الأولى لك والثانية عليك. كيف أولى لك والثانية عليك؟ قال الأولى لأنها ليست باختيارك، مرت أمامك أو شيء جميل فلفت نظرك، هذه الأولى. لكن الثانية ما هي؟ التفحص. الأولى أخذت الجمال من شأن الروح، لكن التفحص هذا ومحاولة امتلاك الجمال بالرغبة، بالشهوة، بالانتزاع، هذه من شأن النفس، ولهذا قال عليك، لأنها تضرك في ذائقة الجمال. وبقي توضيح يسير حول معنى مخاطبة النفس بحفظ العين، بوقاية العين، بتقوى العين، يأتي الحديث عنه إن شاء الله عز وجل في المجلس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التقوى. اللهم أذقنا لذة المعية في التقوى، فإنك قلت: إن الله مع المتقين، واجعل لنا من كل ظلمة وغفلة وحجاب مخرجا، ومن يتق الله يجعله مخرجا، وارزقنا من أنوار الصلة بك ما لا نحتسب، ويرزقه ما لا يحتسب، ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اللهم وأكرمنا بتقوى نتحقق بها بحقائق الفهم عنك،
والعلم والمعرفة بك، واتقوا الله ويعلمكم الله، وأفض فائضات التقوى، وابسط بساط التقوى لأهل لا إله إلا الله أجمعين، لأهل لا إله إلا الله أجمعين، ولغيرهم من خلقك أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين، واجعلنا ممن يعمرون الأرض لا ممن يخربونها، يا حي يا قيوم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. يا من يرى ما في الزمير ويسمعه، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قولكم أمن، فإن الخير عندك أجمعون.